والبصله اللي طحنت ودرت معاهم الحمص على الكميه اللي نتوما كتبغيو، كاين اللي ما كيبغيش بزاف، كاين اللي كيبغي. من بعد زدت العدس، شويه العدس، من بعد غنبدا لكم العطريه. عندنا العرق عشق كبيره، نص عشق ديال الابزار، نص عشق ديال الزنجبير، عشق كبيرة ديال التحميرة، نص عشق ديال الملحة، وشوية ديال القرفة. راه ما كتجيش باينه البنات، غير كتعطي واحد المذاق زوين، ما كتجيش باينه بلي كاينه القرفه. من بعد كنعم انا ما كنقليش باش العطريه ديالي ما تحرقش ليا، باش المذاق ديالي يبقى زوين، كنروي الماء كما كتشوفوا. من بعد كندير شويه ديال الزيت، كنخليها تطيب. من بعد ما طابت نخليها تطيب، كنوجد. انا عندي الربيع والكرافس كنقطعهم وكنديرهم في الكونجلي، ونوجد الطحين والماء باش ندور الحريره ديالي كما كتشوفوا، زلافه ديال الماء وشويه ديال الطحين. الطحين على حسب كل اللي كيبغي الحريره ثقيله، كل اللي كيبغيها خفيفه. ونوجد الطحين والماء باش ندور الحريره ديالي كما كتشوفوا، زلافه ديال الماء وشويه ديال الطحين. الطحين على حسب كل اللي كيبغي الحريره ثقيله، كل اللي كيبغيها خفيفه. كما كتشوفوا البنات، شحال من بنت قالت لي راه باللي كناخذوا مطيشه الحك كبيره وباللي كتبقى تخسر لنا في الثلاجه. غنوريكم واحد الطريقه زوينه. حنا ملي كنجيبوا في الدار الباد ديال مطيشه الحك، كان ندير سلوفان وكنشد مطيشه، كان نديرها في السلوفان على حسب الكميه اللي كنطيب بيها، وكنديرها في الكونجلي وكنحتفظ عليها، كتبقى زوينه البنات. هاد الطريقه جربوها، راه عمرها تخسر لكم مطيشه الحك، كتبقاو تهزوا الكميه اللي نتوما كديروا. من بعد درت الطحين وانا كندير مطيشه الحك. البنات هذا هو السر ديالي في الحريره، علاش غادي تكون بنينه وزوينه؟ حيت هذه الطريقه ديالي، حتى كيطيب كلشي وتتقرب طيب الحريره، وعاد كنزيد الربع والكرافس ديالي. هاد السر خديته من اللي شاف كبار في الطبخ، وبلي الحريره هما كنديروش في الاول الربيع، كنخليوها هي الاخر باش تبقى ديك فيها ديك النكهه وديك الطيبه ديال الكرابس والربيع. كنتمنى من الله تجربوها وتردوا عليا الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.